السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا هشرح لكم النهارده ازاي حضرتك تقدر تكتب المرجع بتاعك في جزئيه المراجع اللي خاصه بالبحث بتاعك. طبعا في طلبه منكم كتير بعتولي يسالوني عن طريقه كتابه المراجع. البحث بتاع حضرتك هتجيبه من اكتر من مصدر، سواء كانت المصادر ديت ابحاث او كتب او مواقع علميه موثقه. خلي بالك ان في بيبقى على النت مواقع علميه غير موثقه. طيب حضرتك بعد ما بتستخدم المصدر بتاخد منه جزئيه معينه، الجزئية دي حضرتك بتعيد صياغتها وبتعيد كتابتها بأسلوبك علشان تتجنب الاقتباس. طيب لو قدامك بحث زي اللي انا فتحهولك ده، ازاي هتبتدي تقرأ البحث ده؟ او ايه هي الاجزاء اللي موجودة في البحث اللي حضرتك ممكن تستفيد منها في كتابة البحث بتاعك؟ اول حاجة عندك بتشوف العنوان بتاع البحث، انا معلمالك هو تعليم. ان كان العنوان بتاع البحث ملائم للشغل بتاعك يبقى انت هتقرأ البحث ده. بعد عنوان البحث بيهمني ايه؟ بيهمني جزء اسمه الابستراكت، اللي هو ملخص البحث او ملخص نتائج البحث والنتيجة النهائية اللي طلعنا بيها من البحث. طيب ممكن استفيد تاني من ايه في البحث ده علشان اضيفه للبحث اللي انا بعمله بنفسي؟ عندي جزئية الانترودكشن، تمام، جزئية الانترودكشن. في عندي بعد كده جزئية السبجكت والميثود، ديت هتكون مفيدة للي عايز يتوسع في مجال الكتابة بتاعته، لان هي اكتر بتختص للناس اللي بيعملوا رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بيحتاجوا الجزء العملي والتطبيقي في الكتابة عندهم او في الشغل العملي بتاعهم. حضرتك البحث بتاعك نظري theoretically، مش محتاج فيه جزء عملي وتطبيقي، فممكن الجزء ده ما تحتاجوش. طيب عندك بعد كده جزء ايه؟ عندك بعد كده جزء الريزلت، هيبتدي يظهر قدامنا جزء الريزلت اهوت. ده برضو بيستعرض النتائج اللي جت عندك في الابستراكت بس بشكل اكثر توسعا حضرتك بالتفصيل، علشان تعرف كل نتيجة جت ازاي وايه الاختبارات اللي تمت بيها. اخر حاجة عندي في البحث بتكون جزء ليه؟ جزء الديسكشن. وجزء الديسكشن ده الهدف منه ان هو بيناقش نتائج البحث، بيقارنها بنتائج ابحاث الاخرين، وبيفسر النتائج ديت على اسس علميه سليمه طبقا للتخصص اللي حضرتك بتشتغل فيه. طيب اخر جزئيه خالص بتيجي في البحث ايه هي؟ جزئيه المراجع. جزئيه الريفرنس او المراجع. لو بصينا لكل مرجع كده هنلاقي ان المرجع ده عندي بيتكون من اجزاء. الجزء الاولاني فيه اسم الاوثرز او اسماء المؤلفين. انا عندي في المرجع الاولاني هنا عبارة عن 3 اسماء مؤلفين، بيكتب لك الجزء الاولاني من الاسم هو اسم الفاميلي نيم. يعني انا مثلا اسمي نهى سعيد، يبقى انا بينكتب سعيد ان، خلاص ده عندك هنا الجزء الاولاني من الاسم هو الفاميلي نيم، وبعد كده اسم الاوثر نفسه الاسم الشخصي له، بعد كده كومة واسم الاوزر التاني وكوما واسم الاوزر التالت وكوما واسم الاوزر الرابع وكوما واسم الاوزر الخامس، وهكذا. ممكن يكون على البحث 1000 اوزرز عادي. بعديها بين قوسين السنة اللي اتنشر فيها البحث ده، بعديها اسم البحث، بعديها دوت او نقطة، بعديها اسم المجلة. وخلي بالك ان اسم المجلة هنا قدامك اللي هو البريتش جورنال اوف كانسر، ده بيكون ابريفيشن. في انواع كتيره من الريفرنس او طريقه كتاب المراجع مش بيكتب لك اسم المجله كامل، بيكتب لك ليها مجرد اختصار. بعديها الرقم اللي خاص بالفوليوم اللي هو عندي 74، ده العدد اللي اتنشر فيه البحث. وبعد كده من 280 الى 284 ديت الصفحات اللي اتنشر فيها الايه؟ البحث. طيب لو انا عندي دلوقتي انا خدت الريفرنس ده زي ما هو، هاخده زي ما هو كده تيبيكال، احطه عندي في مراجع الايه؟ البحث بتاعي. طيب لو انا بقى الجزئية اللي هضيفها في البحث بتاعي اللي انا بعمله واللي مطلوب من حضرتك ان انت تسلمه من البحث نفسه، يعني من نتائج البحث ده، في الحالة ديت بعمل ايه؟ هرجع كده هرجع لأول البحث بتاعي، هبص هلاقي عندي هنا ده عنوان البحث اللي هو حضرتك انا علمت لك عليه، تمام. بعد كده ده اسماء الاوثرز،
كلهم طبعا الاسم بيتحولوا، يعني لو قلنا فاتن زهران محمد حضرتك لما تحوله هيبقى ايه؟ هيبقى محمد اف زد وبعدين كومة وتدخل في الاسم اللي بعده. طيب بعد كده عندي بيانات المجلة اهيت، اللي فوق اول حاجة ديت اللي هي مولوكيولار بيولوجي ريبورتس، ده الابريفيشن بتاعها اللي هو مول بايول ريب. بعديها السنة اللي اتنشر فيها البحث 2013، جنبيها الفوليوم بتاع البحث 40، جنبها الصفحات بتاعة البحث اللي هي 3757 الى 3768. امال ايه الدي او اي اللي في السطر اللي تحتيه؟ ده الرقم الدولي بتاع البحث. يعني حضرتك كل بحث بيتنشر بيبقى له رقم دولي، تسلسل دولي في قائمة الابحاث الدولية، خلاص بنرمز له بالدي او اي. يبقى انا عرفت هنا دلوقتي بيانات البحث اللي موجودة عندي على البحث ازاي بقراها وازاي بكتبها ورا في الاخر. طيب في عندي برضو بعض المعلومات، الكلام ده هيفيدكم يا جماعة بعد كده السنة الجاية في طريقة كتابة البحث والمقال. عندي اول كلمة هنا received، يعني البحث استلموه في المجلة بتاريخ كذا. accepted، البحث وافقوا عليه في المجلة بتاريخ كذا. published online، البحث ظهر اونلاين على النت بتاريخ كذا. طيب كلمة سي في دايرة ديت معناها الكوبي رايت، حقوق النشر تبع لمين؟ تبع لدور نشر دولية اسمها سبرينجر، خلاص تبع لدور نشر دولية اسمها سبرينجر. وطبعا ديت من اهم دور النشر اللي حضرتك بتتعامل معاها لو حضرتك باحث وبتنشر ايه؟ وبتنشر ابحاث. يبقى انا كده عرفت اقرا البحث وعرفت اطلع البيانات اللي خاصه بالبحث بتاعي علشان اكتبها في المرجع عندي. طيب انا امتى استخدم عنوان البحث ده وبيانات البحث ده كمرجع عندي؟ بستخدمه في حاجتين، لو انا واخده من الريزلت او من السبجكت والميثود بتاعه البحث. يبقى انا لو خدت حاجه من نتيجه البحث ده برجع الكلام ده للبحث ده، لو خدتها من السبجكت والميثود بتاعه البحث ده يبقى برضو برجعها للبحث ايه ده. طيب لو انا واخد بقى حاجه من الانترودكشن بتاعه البحث، خلي بالك هنا الانترودكشن اول باراجراف في الانترودكشن حاطين بعديه رقم، رقم واحد اول باراجراف في الانترودكشن بتاع البحث حاطين بعديه رقم، معنى كده ان الباراجراف ده المعلومه اللي متقاله فيه مرجعها الريفرنس رقم واحد اللي احنا شفناه في الايه في المراجع. طيب الراجل اللي خد بقى المرجع ده وخد الكلام ده، هل خده بنفس اللانجويج اللي اتقالت في المرجع رقم واحد؟ لا، هو خد المعلومه لكن اعاد صياغتها بايه؟ باسلوبه. بس بعد ما عاد صياغتها باسلوبه برضو ارجع المعلومه لمين؟ للناس اللي طلعوها او للناس اللي عملوا البحث ونشروا النتيجه ديت. خلاص يا شباب ناخد بالنا من النقطه ديت. هنلاقي الباراجراف رقم اتنين برضو عليه ريفرنس رقم اتنين وهكذا. وطول ما حضرتك ماشي في البحث سواء في الانترودكشن سواء في الديسكشن سواء في الماتيريال والميثود، اي حاجة بتستخدمها بيكون غيرك هو اللي عملها لازم تحط رقم، والرقم ده يدل على المرجع اللي انت جبت منه المعلومة ايه المعلومة دي. يبقى انا عرفت كده هنا المراجع بتنكتب ازاي وبتنكتب فين. دلوقتي هل مثلا لو انا مثلا بعمل البحث بتاعي من السهل ان انا اجيب 10 مراجع ورا واكتبهم بايدي؟ اه سهل. طيب في ناس عايزة طريقة اوفر واسهل كمان، هنبتدي ناخدها. زي ما قلت لكم لو عايزة اكتب المراجع بتاعتي من المصادر اللي انا اخدت منها بطريقة اسهل من غير ما اقعد اكتب بايدي واحول كل اسم مثلا من نوع سعيد لسعيد ان كوما وهكذا اللي بعديه، خلاص ويرتب لي هو السنة ومن غير انا ما احاول استخرج المعلومات سواء كانت المعلومات ديت موجودة في بحث او موجودة في كتاب. هدخل على جوجل الاساسي اللي انا بشتغل بيه زي ما انتوا كلكم بتشتغلوا بيه سواء على اللاب او سواء على الموبايل، هكتب فيه. بعد ما بيظهر قدامي مجموعة من اللينكس بختار منها الجوجل سكولر. زي ما انتوا شايفين دلوقتي في سيرش بوكس موجود عندي تحت كلمة الجوجل سكولر، بدخل على البحث اللي انا عايزة استخدمه كمرجع، باخد العنوان بتاعه كوبي زي ما هو عادي، وببتدي العنوان ده انقله فين؟ انقله في جوجل سكولر.
وببتدي اعمل سيرش على العنوان ده، ظهر لي العنوان قدامي اهوت، وتحتيه اسماء الاوزرز، وتحتيه جزئيه من الابستراكت. بسيب كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني بقى اللينك اللي موجوده تحت ليه، تحت العنوان ديت. شايفين اللينك ديت اللي انا علمت عليها؟ لو انت طبعا شغال على اللاب هتكون اللينك ديت مفتوحه قدامك كلها. لو انت شغال زي كده من الموبايل حضرتك هتلاقي هنا في عندي علامه ايه، السهمين دولت. انا هتك بقى على السهمين دولت، هتظهر عندي علامه اسمها الكومه. الكومه ديت هي اللي فيها طريقه كتابه الريفرنس للبحث اللي انا مختاراه ده. هتك على الكومه ديت، هيقول لي حضرتك تحبي الريفرنس بتاع البحث ده ينكتب بانهي طريقه، بطريقه الام ال اي، بطريقه الاي بي اي، بطريقه شيكاغو، بطريقه هارفارد، بطريقه فانكوفر. اي طريقه من دولت مناسبه عادي لكتابه البحث بتاعك، بشرط ان كل المراجع اللي هتستخدمها في البحث بتاعك هتحطها ورا تكون مكتوبه بنفس الطريقه. لو انا مثلا هكتب بطريقه الفانكوفر اللي هي الطريقه الاخرانيه، يبقى كل الابحاث اللي انا هحطها عندي في البحث في قائمه المراجع يعني في الاخر تكون مكتوبه بطريقه الفانكوفر، سواء كانت جايه من ابحاث او جايه من كتب. يبقى انا كده وفرت على نفسي ان انا اقعد اغير واكتب بايدي، لا انا هخلي الجوجل سكولر هو اللي يكتب لي ليه المرجع، وانا بس اخده كوبي بيست واحطه عندي. بس يا شباب اتمنى ان الطريقه دي تكون كويسه بالنسبه لكم وتساعدكم. ده طبعا بالنسبه للناس اللي لسه ما قدرتش تكتب الريفرنس او لسه بتظبط في البحث بتاعها. تمنياتي لكم بكل توفيق وشكرا.